أكثر من 2000 جملة للحديث باللغة الإنجليزية في مختلف الحالات والأماكن الضرورية والتي يحتاج المرء التحدث فيها، في المدرسة، في الفندق، في الشارع، في المنزل وغيرها، والكثير الكثير من الأماكن، بحيث يجمع أزيد من 2000 جملة للحديث في كل هذه الأماكن الضرورية. التطبيق يجمع سلسلة من أشهر الكلمات المتداولة والأكثر شيوعا في الحديث، يجمعها في كل جزء. في جزء مثلا هنا لدينا في المنزل، هذه جمل الحديد في المنزل الأكثر تداولا. كذلك طريقة استعمال التطبيق سهلة جدا، يعطيك الجملة مع الترجمة، ما يفيد كثيرا في تعلم وحفظ الجمل بشكل سهل جدا. يمكن أيضا المرور من جملة إلى جملة بهذه الطريقة. التطبيق رائع جدا، يتيح لك تعلم اللغة الإنجليزية في وقت وجيز وقصير جدا. وجدنا بأنه تطبيق رائع، أحببنا مشاركته معكم. كذلك يحتوي ميزات رائعة، مثل أنه يعمل بدون أنترنت ولا يحتاج لتشغيل الأنترنت لكي تستعمل التطبيق. نتمنى أن يفيدكم هذا التطبيق الرائع، يمكنكم تحميله من متجر جوجل بلاي عبر الرابط أسفل الفيديو أو في الوصف. نتمنى منكم تقييمه بشكل جيد إن أعجبكم، ونضرب لكم موعد مع قادم المشاركات المفيدة. إلى اللقاء.